حياكم الله متابعين مربع نت من جديد، اخوكم عبد الرحمن، وهذه حلقه جديده من حلقات اسعار السيارات 2023. مستمرين معكم في تغطيه اسعار السيارات 2023، واليوم ان شاء الله راح نغطي لكم اسعار سيارات جي اي سي من وكيلها الجميح للسيارات. بس قبل لا نبدا، لا تنسى تشترك معنا في القناه وتفعل جرس التنبيه عشان يوصلك جديد اسعار السيارات اول باول باذن الله. ونبدأ بسيارات جي اي سي طراز السيدان، ونبدأ بالجي اي 4، وهذه تتوفر بفئة واحدة بس وسعرها 63,000 ريال. وطراز جي اي 6، وهذه تتوفر بأربع فئات: جي بي موديل 22 وهذه سعرها 65,000 ريال، جي اي وهذه موديل 22 وسعرها 73,000 ريال، موديل جي ال بسعر 87,000 ريال، الجي تي وهذه أعلى فئة تعتبر وسعرها 96,000 ريال. ونجي لطراز الامباو الجديد، هذه طبعا موديل 24 وتتوفر بفئة واحدة فقط اللي هي جي اي وسعرها 80,000 ريال. وعندنا طراز جي اي 8 وهذه موديل 2023 وتتوفر بفئة واحدة اللي هي الجي ال وسعرها 108,000 ريال. في تطبيق مستعمل راح تحصل سيارات جي اي سي مستعملة وجديدة معروضة من أصحابها. تقدر تتصفح التطبيق وتشوف السيارات اللي معروضة بالكامل، وتقدر تعرض سيارتك للبيع، وأيضا تقدر تتواصل مع أصحاب هذه السيارات مباشرة. وندخل على سيارات الـ SUV والكروس أوفر، ونبدأ بالطراز الجي اس 3، هذه موديل 23 وتتوفر بفئتين: الجي اس وسعرها 58,000 ريال، الجي اي وهذه سعرها 64,000 ريال. وندخل على طراز الجي اس 4 وهذه تتوفر بأربع فئات: الجي اس وسعرها 65,000 ريال، الجي بي وسعرها 67,000 ريال، الجي اي وسعرها 75,000 ريال، الجي ال وسعرها 79,000 ريال. وندخل على طرازات الجي اس 5 وهذه تتوفر بفئتين: الجي اي وسعرها 87,000 ريال، الجي ال وسعرها 90,000 ريال. واخيرا عندنا افخم طراز اس يو في من جي اي سي اللي هو الجي اس 8 وتتوفر بخمس فئات: الجي ال وهذه دفع امامي ب 109,000 ريال، الجي ال وهذه الدفع الرباعي وهذه سعرها 121,000 ريال، الجي تي وهذه ايضا دفع امامي ب 126,000 ريال، الجي تي والدفع رباعي وسعرها 133,000 ريال، الجي اكس وهذه ايضا دفع رباعي ب 146,000 ريال. وننتقل الحين لسيارات الفان اللي توفرها جي اي سي، ونبدا بطراز جي ان 6 وهذه موديل 22 وتتوفر فئة واحدة اللي هي الجي اي وسعرها 75,000 ريال. اما طراز جي ان 8 وهذه طبعا موديل 22 تتوفر فئتين: الجي ال وسعرها 107,000 ريال، فئة الجي بي وسعرها 125,000 ريال. وبالنسبة لضمان سيارات جي اي سي، فهي تتوفر بضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومتر. اخيرا لا تنسى تسوي لايك للفيديو وتشترك معنا في القناة عشان يوصلك جديد اسعار السيارات، وايضا اللي معاه واحدة من سيارات جي اي سي او جربها يكتب لنا تجربته عليها تحت في التعليقات عشان كلنا نستفيد، وايضا اكتبوا لنا وش تبغون نغطي لكم الوكالة الجاية. شوفكم على خير.